Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koirin Sawardani, dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 8, dari SMA Negeri 1 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan mulai dari niat, tata cara, dan gerakan serta bacaan daripada salat jenazah. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صلي على هذا الميت أربعة تكبيرة فرضا كفاية معموما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مثقله واغسله بماء والثلج والبراد ولنقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله درا خيرا من دريه وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعائله من عذاب قبر ومن عذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله